أعلن البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد سجلت خلال الفترة من يوليو من عام 2021 إلى مايو من عام 2022 نحو 29 مليار و100 مليون دولار. وقد أشار البنك المركزي إلى أن معدل زيادة التحويلات بلغ نسبة 2.1 على أساس سنوي، وذلك مقابل نحو 28 مليار ونصف مليار دولار مقارنة بالفترة من يوليو من عام 2020 إلى مايو من عام 2021. ارتفعت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الفترة من سبتمبر من عام 2021 إلى يونيو من عام 2022 إلى 2.4 مليار دولار بنسبة زيادة تبلغ 11.4%. وبلغت الكميات المصدرة من الحاصلات الزراعية المصرية للدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي نحو 1,061,000 طن بقيمة 655 مليون دولار، مستحوذة على 27% من إجمالي قيمة الصادرات و 27% من الكميات. نتحول إلى البورصة المصرية، حيث أنهت سوق المال تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. وقد ربح رأس المال السوقي نحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.426 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.4% ليصل إلى 9,467 نقطة. وأيضا ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 والذي ارتفع بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 1,868 نقطة. الارتفاعات طالت أيضا مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان والذي ارتفع بنسبة 99% ليغلق عند مستوى 2,734 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 18.90 جنيها للشراء و 18.98 جنيها للبيع. اليورو سجل 19.32 جنيها للشراء و 19.40 جنيها للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 23 جنيها للشراء و 23.10 جنيها للبيع. وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5.14 جنيها للشراء و 5.17 جنيها للبيع، في حين وصل الريال السعودي إلى 5.03 جنيها للشراء و 5.05 جنيها للبيع. ونتحول إلى أسواق المعادن النفيسة، والتي شهدت فيها أسعار الذهب استقرارا بالتزامن مع إجازة في سوق الذهب العالمية، حيث سجل الذهب أو الأوقية 1,766 دولار. أما محليا فقد ارتفعت أسعار الذهب 5 جنيهات بسبب زيادة الطلب على الذهب، ليسجل عيار 18 نحو 879 جنيها، عيار 21 1,025 جنيها، عيار 24 سجل 1,171 جنيها، في حين وصل الجنيه الذهب إلى 8,200 جنيه. أكدت هيئة العامة للإحصاء السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 11.8% في الربع الثاني من عام 2022، وذلك مقارنة بالربع المماثل من عام 2021. وقالت الهيئة إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%. قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية رفع أسعار مادة البنزين أوكتان 90 والديزل والغاز بمقدار 35 فلسا. وقد رفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 بمقدار 60 فلسا لشهر أغسطس المقبل، وذلك للمرة الخامسة خلال الأشهر الماضية نتيجة أزمة الطاقة التي تضرب دول العالم.
نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لحكمة محمد. شكرا لك ميرفت.